مساء الخير. هنعمل النهاردة الكريم شانتيه الخام عشان يبقى كريمة على التورتة أو الكب كيك. هو أنا دايما يعني أي حد بيعمله ما بيظبطش معاه لأن هو بيكتر السوائل فيه، فأنا هعمله النهاردة ربع كيلو، اللي هو ربع كيلو كريم شانتيه خام من غير سكر. يعني هو بالظبط 3 كوبايات، خلينا ب3 كوبايات أطفال، 3 كوبايات كريم شانتيه، ليهم 3 كوبايات لبن وعليهم تلج او 3 كوبايات ميه. طبعا هي الميه هتعمله حلو جدا، بس طبعا احنا بنحاول نستخدم اللبن اكتر عشان فايدته اكتر للاطفال يعني. فانا عملت 3 كوبايات لبن وحطيت عليهم يعني حبه تلج، هو ده اللي بيظبط الفوم بتاعه. يبقى كل 3 كوبايات كريم شانتيه خام لهم 3 كوبايات لبن او ميه وكوبايه ونص سكر، اللي هو نص المقدار سكر، والسكر يا ريت يكون بودر عشان ما يبانش، غير يعني ما يبانش الحبيبات بتاعته، مهما اتضرب بيبان شويه، انما البودر بيبقى افضل. بس هنضربهم كويس جدا مع بعض، يعني ما فيش اقل من 5 دقايق وهنلاقي القوام نفسه تقل شويه.